ومن ولايه تمن الراس دعا رئيس حزب صوت الشعب الامين عثماني المسؤولين الى تجسيد اللامركزيه لتحرير المشاريع في المناطق الداخليه والتي ظلت مجمده بسبب البيروقراطيه. إذن ما بين الإرادات والنوايا وما بين الغلاف المالي والتدسيد على أرض الواقع، هنا محتاج إلى مورد بشري حقيقة قادر على تسديد هذا الالتزام على أعلى مستوى. فأدعو المسؤولين على المستوى المركزي، حان الوقت اللامركزية تكون بالممارسة، ولا أدعو في هذا المقام سيد الرئيس الذي أكون كل احترام والتقدير لنابع من الإرادة الشعبية أن يتحمل مسؤولية التاريخ تجاه الشعب. الشعب اختارك، واليوم احنا في صوت الشعب ننقل بأمانة صوت الشعب. فعلا منطقة محتاجة إلى المرافق الضرورية.